لكم مره ثانيه. اي حد عنده سؤال استفساره اي حاجه يحب يشارك بيها معنا خشوا على صفحتنا على الفيسبوك 14 شريف، كمان ممكن تتواصلوا معايا على الانستغرام شريف مدكور تي في. اهلا وسهلا بيكم. النهارده عندنا الاكل شكله حلو وحاجات كده غريبه، بيقول انه عامل حمام وانا ما باكلش حمام، بس انا شايف حمام في الاطباق فانا مش عارف هو يعني بيقول ايه. وعايز اقول لكم امبارح عزمني على العشاء رشوه يعني، بس هو اللي دفع وكع يعني. ده شرف لينا. ازيك يا شو؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ تمام. كله تمام؟ كله زي الفل. كله حلو؟ حلو. حلوه البتاعة دي. اتفضل. دي أول مرة تلبسها صح؟ اه أول مرة. فيري نايس. لا حبيبي. دي سماعة مصرية؟ اه. برافو عليك. مصري كله وده مصري، كل حاجة مصرية. برافو عليك، أنت شاور بمصري. يا حبيبي. أنا شاور تقول لي إيه ده؟ يلا بينا. إيه ده؟ دي النودلز اللي قلبة الدنيا، هناكلها النهاردة شوربة بس بطريقة صحية شوية. فيري نايس. اه. وإيه ده؟ ده بنجيب حمام بنخلي صدوره. اه هنعمل الوراكه على اكله، والمره دي هنعمل الصدور بس بطريقه كده بسيطه قوي. فين الحمام؟ دي صدور حمام اهي، بس عشان انت لما بتخلي الحمام بيبقى صغير قوي. يعني انت هتوريني هو فين الحمام؟ دي صدور مخليه. وده طريقه جديده شويه. الحمام اللي بيتخلي ده طريقه جديده. ده لسان عصفور بالكركم معمول برده بطريقه مختلفه شويه. اكلاتك مختلفة. بحاول. لا فيري فيري نايس انجيل. نقول المقادير. يلا قول المقادير. احنا محتاجين صدور حمام مخليه، معلقتين توم مفروم، كوبايه دبس رمان، معلقتين زبده، ملح وفلفل. يلا بينا نبتدي. انا هحط طاسه صغيره. ومين اللي خلى الحمام ده؟ الفراجل. والله طبعا رحت قلت الفراجل اخلي لي الحمام. وباخد الوراك. دي حاجه متعارف عليها؟ لا مش قوي بس يعني إيه؟ بس هو يقدر يخلي اي حاجه انت عايزها. ماشي. انا حطيت الزبده ودي اهي الصدور بعد ما اتخلت. هي دي طبعا بتبقى حاجه صغيره قوي. ما هو زبده حلوه. هحط ممكن نحط شويه ملح وفلفل بعد اذنك. حط اللي انت عايزه. اهي فلفل اهو. لا على الحمام. ايوه سوري. لا ايه المشكله؟ معلش لا لا انا اسف اسف. يا سلام. وجايب بقى الحاجات بتاعته العده بتاعته من بيتهم، حاجات كلها سينيه. بنحاول بقى يعني ندلع البرنامج شويه زي ما بيدلعنا. يا اختي يا اختي معقوله؟ احرجنا احرجنا خالص. انا مش هعمل حاجه غير ان انا هحط وفي الطاسه الصغنطوطه دي؟ والله. انا مش عايز طاسه كبيره عشان ما يتحرقش. ماشي. وده بيتشوح بقى بتعرف ازاي انه استوى؟ اصل انا اول مره اعرف الحمام ماشي حمام ماكسيمم 3 دقايق على كل ناحيه. بيكتشي بيكتشي بس يجي خالص فلازم يقول لك ماكسيمم. ماشي. وهحتاج شويه توم بعد اذنك. ادي التوم شويه صغيره قوي بس كده. ودبس رمان لازم تبقى الشهر بتاع الاخر. هي عاليه بس. لا انا اللي معليها طبعا. مش معليها. وبعدين دبس الرمان. مش كله يعني، حاجه بسيطه قوي. وبياخد دقايق ممكن عقبال ما يبتدي بقى يقول المقادير بتاعه لسان العصفور. يلا اتفضل. مقادير لسان العصفور يا ولاد. محتاجين كوبايه لسان عصفور، معلقتين زيت زيتون، معلقه زبده، معلقتين كركم، ومعلقه عسل. اوكي. احنا هنعمل لسان العصفور كانه مكرونه، فانا جبت لسان عصفور وسلقته كاني سلقت مكرونه بالظبط. احط لك هنا ايه؟ هنحط هنا زيت. زيت عادي اي زيت. والزبده. ودي الزبده. مش اندن. وبعدين هنحط ممكن بقى حضرتك ده ايه ده؟ عسل. عسل؟ والله رز بالعسل؟ هو ده رز؟ انت قلت رز. لسان عصفور. لسان عصفور اعمل ايه؟ حط شوية. طب اصبر كده عليه. ايوه ينفع كده، ما هي انا جايبها عشان كده. وهنحط شوية كركم. الكركم مفيد جدا. هايل بقى. هايل. عظيم في حرق ومناعة وكل حاجة. صحيح. ممكن حضرتك تقلب لي تقليبه؟ حضرتي قوي النهارده. انا زي ما بقول لك انا جبت لسان العصفور بس بسلقه كانه مكرونه. اوكي انا حاسس انا بعمل مغات. وبعدين هحطه. ده مسلوق. ده مسلوق. اهو. ونديله تقليبه حلوه لحد ما بيطلع لونه. ده لسان عصفور مسلوق. عامل لكم لسان عصفور مسلوق. وحمام مخلي او لا سيبه سيبه انا لسه عشان نقلت النار لخبطت لك الدنيا. انا اسف. لا وبعدين بس كده بقدمه مع الحمام. يعني كده خلاص؟
لا يا راجل. انا النهارده كل المقادير بتاعتي ثلاث حاجات وثلاث حاجات. ايه بقى؟ هنا استعملنا الحمام والثوم والدبس الرمان، هنا استعملنا لسان عصفور كركم وعسل. طبعا الزبده بيز هنا وهنا. جوهري مصحصح. اه. قال لك الزبده والزيت؟ اه. هنا بيز يعني اساسي يا جوهري، معلش. مش هنحسبهم من الانجريدينتس او من المقادير. اه معلش يا جوهري، هو انت عارف ايه؟ لازم اوضح. صحيين؟ لا جوهري. المصداقيه مهمه. بص اشتغلت مع مخرجين كتير وقايل في حياتي ما شفت زي جوهري. لا ده راجل جميل. الحته الجوانيه جميل. الحته الجوانيه هنا اهو. ده جميل قوي، انا بحبه جدا. وبعدين لو راح يشتغل في اي حته كده ولا كده اغير. اقول لهم لا ده مخرجي. ده حق. وبعدين هو راجل اصلي. فاهم انت ازاي؟ امال فهمتك ايش؟ مش سامع له حس ليه الواد ده؟ اخش لا يسلم عليا ولا يرحب بيا، هو شايف نفسه عشان عنده عرف الديك فوق. حاجة غريبة. وبودي في ايه؟ بودي في ايه؟ شكله كده ها؟ كده ده جاهز خلاص، هو بس كده. بودي بودي عسل. اه يلا انت كده هتشوفيني هتغرف بقى حاجات. ايه نسمع اغنية؟ لا كرية الفنجان لو سمحت. حسام؟ حسام؟ ايوه حسين الشعر الغجري والمجنون. يلا بينا. فين؟ يلا جاي اهو. يلا لو سمحت وبعديها فاصل ونرجع لكم نعمل الحاجات اللي انا مش فاهمها دي. مزيكا يلا. رجعنا لكم مرة تانية. هنعمل دلوقتي شوربة النودلز. بيف نودلز باللحمة. نودلز باللحمة يلا. بس بطريقة صحية وحلوة. هو في حاجة صحية دلوقتي؟ دي لطيفة. نقول المقادير. هنحتاج ربع كيلو لحمة شرايح، كوباية نودلز، كوباية جزر، كوباية عيدان كرفس، أربع فصوص ثوم، كوباية بصل أخضر، مرقة لحمة، أربع معالق صويا صوص، كوبايه صغيره جنزبيل مقطع، معلقتين زيت، معلقتين زبده، معلقه سكر بني، عود قرفه، بابريكا، ورقه لور. مقادير كتير شويه معلش. صويا صويا خلاص. عارف صويا صويا عارف. هنبتدي الطاسه فيها زيت وزبده، انا حطيتهم على طول. شيل بقى كيو كارد. وهننزل اللحمه. اموت بصوت الزقزقه دي. مش كده؟ وانا كمان. وهنحط، هنحتاج المره دي توم صحيح. احط اربع فصوص. وهحط الكرفس. ده عيدان كرفس انا مقطعها. جزر. تقليبه حلوه. تقليبه حلوه رنت في بيتنا. عارفها دي؟ طبعا. زغروطه حلوه. تعرف تزغرط؟ اكيد لا. ليه؟ اكيد لا. لا يعني مش امكانياتي. ليه امكانياتك ما تعرفش تزغرط بجد؟ لا عارف ارقص لكن ازغرط لا. ماشي هتحط عليها ايه دي؟ دلوقتي بقى هنحط بقى دول. خلاص تمام. دول تمام. شكرا. هحط بقى التوابل بتاعتي، شويه بابريكا، ورق لوري. لوري بقوله كده صح ولا لا؟ لورو برضو مفيش فايده. سوري. وهحط معلقه سكر. عود قرفه. واخر ستيب بس طبعا انا عايزها بس تستوي شويه بسيطه. اخر خطوه ايه؟ اخر خطوه احط المرقه والنودلز. انا سلقت نودلز عاديه اللي كل الناس بتحبها. احط المرقه. تمام. مرقه ايه دي؟ مرقه لحمه. ما في لحمه وفراخ وسمك وخضار. وبعدين في الاخر نروح حاطين النودلز؟ اخر شويه. حلوه الاكله دي. وده ايه؟
ده كنت هنسى بقى اهم حاجه. الصويا صوص اللي حبيبك حبيبك حلو قوي الاكل ده. بقى بتطلع طعمها حلو قوي. وكده بناكل النودلز بطريقه هيلثي شويه. احكي لنا عملت ايه النهارده؟ عملنا النهارده صدور حمام بدبس الرمان، وعملنا لسان عصفور بالكركم، وعملنا البيف نودلز بالخضار. ميرسي يا اخي. شكرا ليك يوسف، شرفت ونورت حبيبي. نسمع دلوقتي عش او غلبانه والنبي، وبعد كده نروح الكلينيك الاستاذ دكتور احمد عبد الله مدير مركز دار الطب، نرجع من عنده نلعب رياضه مع كابتن باسم عصام. خليكم معايا لو سمحتوا. مزيكا.